الظهار. الظهار عائدا بالله هو تحريم الرجل امرأته أن يقول هي علي كظهر أمي في الأصل، أو هي علي كأمي، أو أي محرم آخر، هي علي كأختي أو كظهر أختي ونحو ذلك من المحرمات. ويترتب عليه، فهو عبارة عن كذب وافتراء ولا يحل للإنسان أن يقوله، ويترتب عليه منعه من أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وهي التي أنزل الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة لما جاءت خولة رضي الله عنها تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وبين الله سبحانه وتعالى هذا الظهار وشأنه، قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، جعل ذلك منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا معناه يرجعون لحلها، أراد الرجوع إلى حلها، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، من لم يجد فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا هذه كفارة على الرقبة أو صيام شهرين، صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على الترتيب. أي نعم. والرقبة هنا جاءت بالإطلاق مع أنها جاءت في مواضع في موضع آخر من القرآن، تحرير رقبة مؤمنة في كفارة العتق. أي نعم. فمن أهل العلم من يحمل المطلقة على المقيد فيرى أن كل رقبة عتقها كفارة، فلا بد أن تكون مؤمنة لأن الله قيدها بذلك في سورة النساء في كفارة القتل.